بعض الروايات. ذرف الإمام على 70 لكن ما رؤيت شيبة الإمام عليه السلام. الظلامات التي تعرض لها كثيرة جدا جدا كثيرة. أسألك بالله ماذا تفعل لو رأيت عالما بشيبة وبهيبة تراه لا يحترم، تراه يجر على الأرض جرا؟ ما الذي يحصل في قلبك؟ ما الذي يحصل في خاطرك؟ مجرد تصور هذا مؤلم، مجرد التصور مؤلم، أن ترى عالما بهيبته بشيبته بكبره يهان. لقد أهين الإمام جعفر بن محمد، أهين. يدخل على المنصور، المنصور يتهم الإمام بالكذب والعياذ بالله، يتهم الإمام بالكذب، تكبس على الإمام داره، يتسور عليه وهو يصلي، تروع بناته وعياله، يأتي له الربيع لا بد أن تجيب أمير المؤمنين مهلا حتى أغتسل، يقول له لا، أضع عباءتي على كتفي، عمامتي على رأسي، يقول له لا يا ابن رسول الله، لا بد أن تخرج على الحالة التي أنت عليها. ثم يوضع الحبال في عنق الإمام ويجر على الأرض جرا، يوضع الحبل في عنقه، ثم يأخذ طرف الحبل بعض الجلاوزة والجنود، يركض ويركض إلى أن تتع عنق الإمام، فيسقط الإمام على الأرض ألم مناد وإماما، ألم مناد وسيدا. بهذه الحالة كان يعامل الإمام جعفر عليه السلام، وكان يهدد من قبل المنصور بين آونة وأخرى، إلى أن جرعه سما ذعافا قد تالى، فمضى الإمام عن طريق السم، لكنه ما تجرع السم إلا بعد أن تجرع من المرارات ما تجرع. يحضر تارة للاستهزاء وتارة للاستجواب وتارة للإهانة، وتحرق على الإمام داره، يقول أهل المدينة بينما نحن في يوم من الأيام وإذا ألسنة اللهب ترتفع من دار الإمام، أمر المنصور أن تحرق دار الإمام على من فيها، فجاء الجلاوزة وأشعل النيران في الدار، ارتفعت ألسنة اللهب، وإذا ببنات الإمام تضج من حجرة إلى حجرة ومن مكان إلى مكان. تخيل الحالة، بيت ويكبس على أهله، يحرق على أهله، الله أكبر، أي موقف هذا؟ كيف إذا كان هذا البيت هو بيت الإمام جعفر بن محمد؟ علويات مصونات في ذلك البيت لا تخرج من غير حجاب، ولو احترقت صارت النساء كل تلوذ بالأخرى، تتفارر النساء من مكان إلى مكان. تأمل هذا المشهد، والإمام ينظر إليه، الإمام ينظر له، أمامه المشهد، ينظر إلى بناته، ينظر إلى جواريه، ينظر إلى زوجاته. أسرع أهل المدينة، أخمدوا النار، إلى أن ارتفعت ألسنتها من جانب آخر، قام الإمام الصادق يمشي عليها حافيا، صار يمشي على النار،
وهو محتف من غير نعل يقول أنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن إبراهيم خليل الله، أنا ابن محمد المصطفى. إلى أن انطفأت النار ببركته، لما انطفأت جلس الإمام من جانب، اشتمل بعباءته وضعها على رأسه، وضع رأسه بين ركبتيه، اهتزت أعطافه، صار يبكي: لماذا تبكي يا ابن رسول الله؟ لقد أخمدت النار، وما نالكم من النار شيء كثير، فقط في الباب والدهليز وبعض الأثاث، وما ذهبت أرواح يا ابن رسول الله، لماذا تبكي؟ أمن هذه النار تبكي؟ قال: لا والله، تذكرت نارا أخرى. الله أكبر، تذكرت نارا أخرى. أي نار هذه سيدي جعفر؟ قال: تذكرت نارا أشد من هذه النار، صنعت صنيعها، ولولا تلك النار لما أصبنا بهذه النار. أي نار سيدي؟ قال: لما رأيت بناتي وزوجاتي يتفاررن من حجرة إلى حجرة ومن مكان إلى مكان، تذكرت النار التي شبت يوم العاشر من المحرم، تذكرت النار التي شبت ظهر العاشر في مخيمات جدي الحسين، والمنادي ينادي: احرقوا بيوت الظالمين على أهلها يا. وتذكرت عمتي زينب وهي تركض من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، وحائرات أطار القوم أعينها، وحائرات أطار القوم أعينها يا رعبا، غدات عليها خدرها هجموا. تأمل الحالة، مخيمات تكبس على أهلها، المنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين على أهلها، فقط نساء، فقط أطفال، النار من ورائهم، ثم ماذا؟ من أمامهم الخيول. عبارة المؤرخين ماذا تقول؟ هجمت في دفعة واحدة 10,000 خيل على مخيم أبي عبد الله، في دفعة واحدة، هي عبارة المقتل ترى، في دفعة واحدة هجمت بعد سقوط الحسين وبعد أن شبت النار، يعني النار من الوراء. ذاهب إلى كربلاء، رأيت المخيم؟ المخيم من ورائه نار، إلى أن أتت النار عليه أصبح كجمرة ملتهبة من اللهب. وأمام النساء ماذا؟ وأمام النساء الخول بصهيلها وبحوافرها، وإذا بالحوراء زينب تنادي: أخي حسين، نور عيني يا أبا عبد الله، إن كنت حيا فأدركنا، فهذه الخيل والرجال قد هجمت علينا يا، وإن كنت ميتا فأمرنا، وأمرك إلى الله. خرجت تعدو حافية على بوغاء كربلاء، والناس ينظرون إليها: والله إجيتك يا خويا فاجد الراي، إجيتك يا خويا فاجد الراي، ومن الرعب تتراجف أعضاي، ومن الرعب تتراجف أعضاي، علي يا خويا الناس تماي. وينهم السادة يرضون على عمتهم؟ يقول: تأشر 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 الناس على زينب،
وعلي يا خويا الناس ما يقولون هاي ام الخبر هاي يقولون هاي ام الخدر هاي هاي والله هاي اخت الذبيح الما شرب ماي والله لو اتجيلك والله لو اتجيلك بيمناي تقدر ترد يا حسين وياي يا والله تقدر ترد يا حسين يا وياي وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غدات عليها خدرها هجموا يا الله.